تحويل المحطة للغاز هذا شيء مهم جدا، وعملية التحويل هي المحطة تعمل على الغاز على وقود الديزل حاليا، هي بحاجة إلى إعادة تهيئة من أجل تحويل هذه المحطة للعمل على الغاز، هي بحاجة إلى أعمال فنية قد تستغرق بعض الوقت. هذا الاتفاق بلا شك أنه اتفاق مهم جدا بالنسبة لنا في شركة توزيع الكهرباء، لأنه ترجمته أو تأثيراته ستكون مباشرة على كميات الكهرباء المتوفرة في قطاع غزة. نطمح نحن في شركة توزيع الكهرباء إلى زيادة الكميات الموجودة حاليا يتوفر فقط في أحسن الظروف تقريبا 200 ميجا وات، مقابل طلب في فصل الشتاء يتجاوز 550 ميجا وات.